قلتوا انتوما؟ ها؟ انا بعرف. احنا شكون؟ مريم وهاني. فاش نعملوا هنا؟ احنا وين احنا؟ ها؟ شو اسمه شو اسمه؟ الصفحة. احنا في الصفحة. اسمعني اسمعني، هذه مريم. وهذه هالة. ها؟ انا مريم. و هذي دار ولدك؟ هاي على خاطر المرأة هذية مش أمهم، ويأخذ مرأة أخرى. الله يرحم والديك. ومرتك دولة وين؟ صارت دوام لله. الله يرحمك. خذيت مرأة أخرى؟ خذيت مرأة أخرى تو من دقيقة 4 سنين. وعطيت الدار هذي لوليدك؟ هذيك من الأولها ابنها هو الروح. وانت ايش تخدم؟ عندي من حاول بلاستيك قدام. اي معناها حبيت نسأل، ولدك مش قايم بيك؟ لا لا لا. عليش؟ والله اللي لقيت في البلاستيك. هو ناقص نظر. في عائلة. عربي يا اخي في شيخوخ، قول قدامكم هذا من اللي مالا مش شيخوخ. عليه متى اخو شيخوخ؟ عمري 74 سنه. اجريت ونفعل. هو عنده 3 اولاد، لكن كل واحد بيته وكل واحد قايم بولاده. معناها كل واحد على راسه. وانت بنتك ويني؟ وانا بنتي هاي تقرا صغيره في الرابع. هنا نحن مشينا نلقطوا في شويه بلاستيك، والدار مسكره، الباب مسكر، الشباك مسكر. ما نعرف خيتي ماز، ما نعرف. ما نجمش نصدع على كروم تنقول ود فلان ولا ود فلان. انت وبنتك وراجلك علاش ترقدوا؟ على هاي ها بيه امشي. هاي طيب روح بربي. هذا كان فرنش تختو هذا علاش بنا؟ هذا كان فرنش. انتم ثلاثة، استنى، انتم ثلاثة في العائلة؟ ثلاثة في العائلة ترقدوا هنا؟ علي بنا هذا. انت ومرتك وبنت مرتك هكاو تخبوا على الجراية هذي كلكم؟ لا ناي دولي دولي هنا هم يفرشوا كل عادة كتير خربوا بعض. فرشوا هنا تيفا كل مع بعضكم. كي طيبوا هنا ويرقدوا هنا. طيبوا هنا ويرقدوا هنا. هذا كلمة ذو. أي واحدة فاش نجمع لكم؟ اللي سخرتم البعض. احنا البيت هذي يتقطر بالطبيعة. هذي تقطر زيها. الأخرى وهذي يتقطر. وشوفوا الأخرى هاتا وشوفها زيدي ثبتي منها. اللي سخركم الله. بستنى ولادك الاخرين، ولادك انت هاي وينهم؟ ولادي ها واحد ساكن ورينا الثاني عنده 4 في ستة في العائلة. اي بارك الله. اللي لا 8 بارك الله في العائلة. بارك الله. وهذا 4 في العائلة ذرير. هذا هو في دول كارني لابيد. بالكارني لابيد معاونة الشيخوخ. وها هو اخي اللعب. ها ماذا من انت قال اختي شيء؟ هذا ها وان هاي مبارك. هذا قاسين علي الضوء. ها عربي لامع. على قديش قصر الكلمة؟ 230 ولا 238؟ وانت ما خلصتوش؟ 238.
قدش عندهم مش خالصين؟ عندهم تو زيادة على على العاد، أما هالنهارين هم قص. المبلغ المطلوب 280. يعني أنت من غير ميتة؟ ما ولا من غير ميتة هونس سبالة قدني. وعندكم تواليت؟ عندكم تواليت؟ راح عندكم؟ والله يا تواليت وطيب لله راس الياف وش الدجاج يسخنها يطبها. شنو؟ تواليت ها هي من غادي وها تولي عليها. شو معنى الدجاج برك يطب؟ ولا خش لك أنا إجباري علي، خير ما نمشي لبقعة أخرى ننقص الماء.